أنا معايا كشف بأسماء الحضور، حوالي 4000 محامي حاضرين، بس إحنا وفرنا جهد المحكمة، فأرجو ضمهم لمحضر الجلسة باعتبار إنه ده إثبات حضور بحوافز مختلفة فيها توقعات المحامين الحاضرين معي. ما يا فندم حضرتك، لا إحنا أنا مديك يعني 4500، فأرجو دول اللي يثبتوا فيهم الحضور، بس عشان ما حدش أيضاً سيادة الرئيس، بنسبة بس حضور الأستاذ مازن أرشدات نقيب محامين الأردن، والأستاذ توفيق نويري نقيب محامين بيروت، منضمين إلى زملائهم المحامين بالقاهرة. أستاذ مازن أرشدات نقيب المحامين، نقيب المحامين الأردنيين، والأمناء المساعدين لاتحاد المحامين العرب الأساتذة ناصر كمال وتوفيق النويري ووليد العدوان. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، حضرات الأعضاء الأجلاء، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العظيم. أريد أن أوضح أمرين. الأول هو استكمال النداء الذي تم علي في الجلسة. أنا محكوم علي بعامين حبس عن نفسي وبصفتي نقيبة للمحامي. عندما ناداني قال سامح محمد معروف عاشور، أنا سامح محمد معروف عاشور المحامي حقا، لكن أنا أيضا نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وجئتكم بهذه الصفة كما جئتكم شخصيا، لأن الحكم الذي صدر على نقيب المحامين. هذه واحدة، أو هذا تصحيح. الثانية، نحن لسنا في مجال الاستمساك حتى بالرخص. أنا قادم وأنا أعلم أن لدي رخصة أن يحضر عني بوكيل في ادعاء مباشر أمام المحكمة، ولكني أصرت أن أنال شرف الحضور والترافع. استأذنك بس، حد يطلع برا، مش عايز أسمع صوت خبط على الباب. لأني في الحقيقة مش عايز اسمح. استاذ اتفضل. انا ما اتي هنا فقط لأدافع عن نفسي، وانما انا جئت هنا لأدافع عن المحاماة. المحاماة التي انتمي اليها واشرف بتمثيلها طوال سنوات عديدة. انا عمري في المحاماة حوالي 40% من عمر المحاماة، اذا قسنا المحاماة بتاريخ ميلاد نقابة المحامين من 1912 حتى الآن. أنا محامي من 75 حتى الآن، محامي مترافع وصاحب ملف، ومسؤولت في كل المحاكم المصرية بكل أنواعها وكل درجاتها، وعصرت وعصر معي كل زملاء الحضور والغياب المشقة التي كانت تعانيها المحاماة وما زالت تعانيها نتيجة نصوص قانونية ضحلة، نصوص قانونية تسمح بالالتفاف وتسمح أيضا بالقفز عليها وتحدث الالتباس الذي يمكن أن ينال من أي أمر، سواء كانت الجهة جهة قضائية أو غير قضائية، تماما كالحالة التي كنا عليها في الجلسة صباحا. الحالة التي كنا في الجلسة عليها صباحا ليست حالة محامين فقط، وإنما كان الشركاء الذين زاحمونا فيها هم حملة المؤهلات المفتوحة اللي أرادوا أن يجلسوا وأن يملأوا القاعة دون أن يتركوا حتى المساحات المختلفة لباقي زملاء المحامين. ولكن أقول سعادتك مش منزعج من الخبط؟ طيب سيادة الرئيس، ابتداء أسجل طلباتي، والحاضر المحامي ونقيب المحامين
يطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوة المدنية. والقضاء أولاً عدم قبول الدعوة الجنائية والمدنية المباشرة لعدم الحصول على إذن اللجنة المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية إعمالاً لنص المادة 103 من قانون المحاماة. 2 انقضاء الدعوة الجنائية لهذه الجنحة وجميع الجنح المماثلة لمرور أكثر من 3 سنوات على التمسك بها. 3 انقضاء الدعوة الجنائية بصدور الحكم أو بصدور أحكام نهائية في ذات الوقائع إعمالا لنص المادة 454 إجراءات وعدم جواز الرجوع إلى الدعوة الجنائية بعد الحكم نهائيا فيها حتى لو ظهرت أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو حتى لو تغير الوصف القانوني للأفعال طبقا للمادة 455، سواء كان ذلك بوصف وقيد المادة 123 أو كان بوصف وقيد المادة بمقتضى 375 من قبل. العبرة بالواقع. هي سيادة الرئيس، احنا قبيلة المحامين قبلت على ان تدرك واقعها جيدا وموضع اقدامها جيدا، وتدرك انها صاحبة مصلحة في العدالة وفي سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع، شراكة دستورية نص عليها الدستور بالتزام، ألقى عبء الالتزام على المحامين بأن يؤدي هذا الواجب. هذه الالتزامات التي أيضا كملها الدستور وأكد على أنه كفالة حق الدفاع في الدستور مرهونة بدعم المحاماة وباستقلالها، وإحنا مؤمنين بهذا الكلام سواء بسواء بإيماننا باستقلال القضاء، لأن إحنا ندرك تماما أنه ما فيش عدالة من غير قضاء مستقل وعزيز، وما فيش محاماة إذا لم يكن هناك قاضي عادل وقاضي مستقل، وأيضا ما فيش عدالة إذا لم يكن هناك دفاع حقيقي يؤدى أمام المحكمة لكي تحكم بالعدل، لأن دي مسؤولية مشتركة. مش قاضي يستطيع أن يحكم بغير محاماة، ولا محامي يستطيع أن يترافع بغير قاضي أمامه يشرح دعواه ويوضح. تاريخنا كله عطاء يرفع من شأن العدالة في مصر كلها. انتوا بدأتوا، القضاء بدأ بعطائه سنة 1919، ودي واقعة تاريخية تتعلق بالمحاماة وتتعلق بنقيب محامين مصر في ذلك الوقت. كان نقيب محامين مصر سنة 19 مرقص حنة باشا. مرقص حنة ده اللي انتخبوا المحامين مسيحي مخصوص علشان يواجهوا رئيس الوزراء المسيحي اللي عينته الحكومه او عينه الاحتلال علشان يحدثوا فتنه بين المسلمين والمسيحيين. فاختار المحامين نقيب المحامين مسيحي حتى يقود المعارضه المصريه في مواجهه رئيس حكومه مسيحي في دوله مسلمه. لما اتنفى مرقص حنا المحامين ما قبلوش هذا النفي ولا استسلموا له. رشحوه نقيب للمحامين مرة أخرى. فجت الجهة الإدارية وقالت لا ما ينفعش، ده راجل مش موجود في مصر. والقانون ما كانش يسمح إنه يترشح. فلجأوا للقضاء. فالقضاء حكم بأحقية مرقص حنة في الترشح.
دون سند إلا المشروعية التي يتمتع بها المجتمع، وحفظا وصيانة لأمن وسلامة مصر في أنه يعيد انتخاب مرأة سبحانه وهو غائب نقيبا للمحامين. نفس المسؤولية دي هي مسؤوليتنا أيضا تجاه القضاء، مسؤولية المحاماة مش مسؤولية نقيب المحامين. مسؤولية المحامين، كل المحامين مسؤولين عن عزتكم وعن استقلالكم وعن الوقوف في الملمات إذا كانت هناك ملمات. ولما حدث في 12 أو في 2012 ملمة دستورية، وأقصي النائب العام بقرار طبقا للقانون قانون، وصدر إعلان دستوري طبقا للحالة القانونية دستور، ومع ذلك القضاء المصري رفض أن يستسلم، رفض أن يستسلم لشرعية النصوص الميتة، لشرعية النصوص المطاطة، لشرعية النصوص التي تسمح بالتغلغل في مضمون العدالة. لأنه في النهاية ما كانش دفاع عن النائب العام شخصيا ولا عن شخصه المستشار عبد المجيد محمود الدكتور الكبير، ما كانش دفاعا عنه، كان دفاعا عن العدالة. القضاء وأعضاء النيابة وقفوا على باب النائب العام الجديد اللي عينه رئيس الجمهورية علشان يمنعوه من دخول موقع ومكتب النائب العام لأنه غير مستحق، تعيين غير مستحق حتى ولو كان مطابقا لنصوص حرفية في القانون. ولما عقدوا اجتماع في دار القضاء العالي كانوا بخلف النصوص القانونية أيضا التي تمنع الاجتماعات، وكان هناك رئيس جمهورية وحكومة شرسة تتعامل معنا ومع كل الشعب المصري بكرباج الإجراءات وأيضا استخدام العصا الشعبية في التعامل معنا. ولما رحنا نشارك القضاء في هذا الاجتماع ما كناش بنروح هنا ننتصر لعبد المجيد محمود، لا، احنا كنا رايحين ندافع عن استقلال القضاء ضد الشرعية المهترئة اللي تضرب القضاء وتضرب استقلاله. احنا عايزين القضاء يبقى قضاء، وعايزين المحاماة تبقى محاماة. لو دخل الأمر، لو تغلغل في صفوف المحاماة من هم لا يستطيع أن يتحملوا رسالتها هتضعف، وإذا ضعفت المحاماة ضعف القضاء وضعف الحكم، ضعف الطالب والمطلوب وضع الحق. ولا نقبل مثلا بدواعي الثقة إنه مش بس المحكمة بتحكم بالعدل، ده أنا يجب أن أشعر أن القاضي سوف يحكم بالعدل. أشعر إزاي بالقاضي؟ تخيلوا لو أنه هناك قاضي عين تعليم مفتوح من دبلوم، أنا هثق فيه إزاي؟ حتى ولو كان القانون يسمح، حتى ولو كان القانون يسمح هثق فيه إزاي؟ ربنا حمانا بأنه قانون السلطة القضائية بيدي فرصة للانتقاء والتثبت. التثبت هنا مش شكلي، التثبت هنا موضوعي، لأنه مبني على مضمون العدالة التي يجب أن يحافظوا عليها من حيث الهيئة ومن حيث الشكل ومن حيث الموضوع ومن حيث القيمة. هو التعليم المفتوح ده قرآن ولا بدعة؟ بدعة، بدعة انقضت، بدعة انقضت. أول صدور لهذا القانون كان في 92 لما صدر هذا القانون اللي بيدي التعليم المفتوح لصنصات وبكالوريوسات، جه في البند الثامن منه قال لا تلتزم الدولة بتعيين الحاصلين على لصنص الحقوق وفق هذا النظام. شفتوا الحياء والاستحياء؟ انت بتعمل نظام بتخدع ناس، بتقول انا هدي لهم لصنص وفي الاخر تقول انا مش ملتزم بتعيينك، بس ما فيش غير نقابة المحامين تروح منطلق إليها علشان تشيلك. هو أنا في نقابة المحامين، أنا أتشرف بتقديم الله في نقابة المحامين، أنا مشكلتي إن أنا آخد أو مطلوب مني إن أنا أقبل اللي الدولة أصلا مش ملتزمة بتعينهم في نظام فاشل. نظام التعليم المفتوح ده نظام فاشل، فاشل وبدعة عملها بعض أساتذة الجامعات، مش كل أساتذة الجامعات، أساتذة الجامعات في كلهم محترمين، لكن قلة ابتدعت فكرة التعليم المفتوح.
كانت فكرة فلوس. احنا تحت عنوان ان احنا ننمي مهارات الناس ونساعدها، فنديها مؤهل، الاول مؤهل تدريبي ولا مؤهل مهني وثقافي علشان يترقوا في وظائفهم المختلفة اذا كانوا في وظائف، وعشان يرقوا بمستواهم الثقافي، ده شيء جيد. وعملوا له فلوس، لما لقوا المسألة جريت والاعداد بدأت تبقى موجودة كتير، حبوا يزودوا الاعداد عشان يرفعوا الرسوم والاشتراكات، راحوا عاملين المعادلة العلمية، الجريمة الكبرى، المعادلة العلمية غير المتوازنة. المعادلة العلمية اللي هنثبت لحضراتكم انها مش موجودة اصلا. دراسة يوم جمعة في اربع اسابيع، في اربع اشهر، بعد صلاة الظهر لغاية ميعاد الغداء، ويطلع في دماغنا احنا رصانص. انا اقول ده ينفع يبقى يجي قدام القاضي ويترافع ويقول ويتكلم طبقا للقانون؟ مستحيل. ده يدافع عن حقوق الناس؟ ده مستحيل. طب هل احنا بنعير الناس دي ولا احنا بنقول بنقلل من شأنهم؟ لا والله هذا ليس خطابنا على الاطلاق. احنا مع العامل ومع الفلاح ومع الموظف ومع كل واحد بيأدي دور في المجتمع، لانه في النهايه كلنا لصالح بعض. بس ما ينفعش تحدث القفزات غير المنطقيه اللي ملهاش علاقه، حتى بالترقي، اللي ملهاش، اللي خرج من الاعداديه بمجموع ضعيف ودخل دبلوم ما دخلش الثانويه العامه. ده اولا دخل وهو بمؤهل اقل من حيث درجات القبول فيها. اثنين، لما المدعي بالحق المدني او احد المدعين بالحق المدني بياخد معها التطريز، دبلوم التطريز، ولا درس لا 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 لا, لا فلسفه ولا منطق ولا علم نفس ولا 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 لغه ولا غيره، لما يبقى دبلوم نجاره ولا تجاره ولا زراعه ولا محاريت ولا صرف صحي ولا سباكه، كل دي مهن حره محترمه، مهن حره في السوق محتاجها. المحاماه مش محتاجه دول، المحاماه مش ناقصه كليات الحقوق اللي موجوده بالزوف، ارقام ودفعات ملهاش معنى. انت بتزود الاعداد لمصلحه مين؟ الجامعات بتزود ده لمصلحه مين؟ لمصلحه المجتمع؟ لا، مش لمصلحه المجتمع، لمصلحه بعض الاساتذه اللي بيستفيدوا ماديا من هذه الاحكام. عشان كده كان لازم نعيد النظر ونشوف احنا بنعمل ايه، موضع اقدامنا فين. ده مجلس الاعلى للجامعات شكل لجنه وانتهى في 2012 الى الغاء التعليم المفتوح. ما عادش في تعليم مفتوح، لانه ادركوا انه في خطوره على المجتمع، ادركوا الخطا والخطيئه. وده في 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 احد الكتب اللي بتؤكد ميعاد وميقات انهاء كل دي. تعليم مفتوح قديم من التسعينات وطالع لغايه ما صدر في 2012 القرار بالغاء التعليم المفتوح، ما عادش موجود. هل من مصلحه انه نقابه المحامين تشيل هذه الارقام في جداولها، وهي اصلا تعاني من عبء اللامحدوديه في الدخول، وكل واحد خارج ليسانس حقوق معاه شهاده حسن سير وسلوك يجي يقدم في نقابه المحامين يبقى محامي، ويجي يقف قدام المحكمه يغلط او ما يغلطش، يصح وما يصحش، ما تمربش وما تعلمش وما قداش. لا، احنا من حقنا نحافظ على المحامين، من حقنا نحافظ على المحاماه، ونضمن النوعية اللي توقف قدام المحكمة. أنا لا أقبل أن يكون المحامي أقل شأنا من القاضي، أنا لا أقبل ده كنقيب للمحامين، ولا أقبل للقاضي أنه يشعر أو يدور في ذهنه أن المحامي أقل شأنا منه، لا في الثقافة ولا في العلوم ولا في غيره. لأنه في النهاية هذه الكفاءة والكفاية هي التي تحقق العدالة، وهي التي تحقق الاحترام. الاحترام، إحنا بنعلم أولادنا في معهد المحاماة أنهم يحترموا الصغير قبل الكبير. وبقول لابنائي في معهد المحاماه، اوعى تقصر احترامك على الكبير فقط، تبقى منافق. الاحترام قيمه نفس، قيمه في ذاتك، انك بتحترم نفسك فتحترم اصغر عامل في المحكمه، واصغر موظف في قسم الشرطه، واصغر موظف في الشارع، حتى اللي بيؤدي بينظف الشارع ده راجل يستحق الاحترام منك. اذا انت ما احترمتش الصغير هيبقى احترامك للكبير خوف ونفاق ورياء، احنا ما بنقبلوش. علشان كده احنا حريصين تماما، واحنا في اطار تنقيه جداول نقابه المحامين وفي اطار الحفاظ على 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 هذه القيمه، ان احنا نقول لاخوانا ستوب، اوقفوا، فهمونا ايه اللي بيحصل. احنا لجانا للمحكمه الدستوريه، لجانا للمحكمه الدستوريه،
طبعا لازم نرجع ما نروح نروح فين؟ ولازم المحكمه الدستوريه لازم تقول كلمتها عشان نخلص، لانه في النهايه دي مساله محتاجه تصفيه، وما ينفعش نقابه المحامين تبقى هي الجهه المتعاقبه في الدخول. يعني لما يجي استاذ جامعي يكلمني وانت ليه ما بتاخدش التعليم المفتوح؟ قلت له سيادتك ده في ناس واخده امتياز. قلت له لو واخد امتياز عند حضرتك ده تقدر تدخله تعينه معيد عندك او تعينه استاذ في الجامعه؟ قال لي لا. قلت له الله، وانا بقى الحيطه المايله، هو ينفع نقابه المحامين تبقى هي الجراج اللي تتحدف فيه؟ انت تصدر وانا 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 استورد، انت ترمي وانا التخف ورص عندي؟ مش ممكن، مش ممكن، مش دي المحاماه، مش هذه المحاماه اللي احنا نبغيها ولا ننويها ولا نتطلع اليها. الحقيقه ال 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 الامر في غايه الخطوره، في غايه الخطوره المجتمعيه. احنا هذه القضايا كلها محكوم فيها في جرائم في قضايا التعليم المفتوح، في بعض الناس خدت احكام. طب ما ده في واحد حكمها منضم، وهو منضم في دعوه الاستئناف، كان منضم في القضاء الاداري هنا في الدعوه دي، منضم في القضاء الاداري دون ان يقدم شيء، انضم لطلبات المدعي ووقفت واحيلت، راح محكمه الاستئناف بفضل منضمها واخد حكم. الله، ازاي؟ بيهم ما حدش قدم اوراق اصلا، ومع ذلك اخذوا احكام على عيني وراس. الاحكام لها طريق، احنا رحنا النقض ورايحين الدستوريه ومش هنسيب الاحكام الا لما نصل الى حقيقتها. لكن كمان مش هقدر افرط في نقابه المحامين، مش هقدر ابيع نقابه المحامين. ولو كانوا فاهمين انه تهديدي بالحبس هيجبرني على ان انا اسلم بان هم يدخلوا في 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 جداول نقابه المحامين بغير احقيه حقيقيه شرعيه ومشروعه، الحبس اولى، انا بالحبس اولى، وانا افزي نقابه المحامين، لانه لا اقبل ان يتم ذلك. ليس من قبيل لا انا ولا مجلس نقابه المحامين. وده زي ما حد بيقول لي هو ده قرارك، ده قرار مجلس نقابه المحامين. نعم قرار مجلس نقابه المحامين، بس انا اللي اتحمل المسؤوليه، وانا موافق اتحمل المسؤوليه، بس بتحمل هذا الشرف لاني مدرك انه في النهايه الحق هينتصر. ده تقرير من هيئه مفوضي مجلس الدوله الاداريه العليا، مقدم الى دائره توحيد المبادئ، منتهي الى عدم صلاحيه ليسانس التعليم المفتوح لشغل وظيفه مندوب في مجلس الدوله. تشرف بتقديم صوره من هذا التقرير اللي موجود. احنا ما بنخترعش، احنا بنحمي مؤسستنا وبنحمي مؤسسه العداله، وبنحمي مؤسسه العداله. ما هي المساله، ده واحده جت مره قالت انا هنتحر في نقابه المحامين، وجت وقفت في الدور الاول وجابت مصور. احنا عندنا دورين يا فندم، وقفت في الدور الاول وما وقفتش في الثاني، وقالت انا هرمي نفسي، المصور واحد يشدها ما تنزليش، والثاني بيصور، وبعدين يعملوا معاها حوار صحفي. تقول ايه؟ اصل انا بشتغل في المحلات اللي موجوده في وسط البلد، وبروح متاخر بالليل، فانا محتاجه اشتغل في المحاماه علشان اقدر اخد معاش وعلشان اقدر اتعالج. هو ينفع نقابه المحامين تتحول في النهايه الى انها تبقى كده؟ لا لا والف لا، مش هنقدر تبقى للقانون وتبقى للدستور. الدستور اللي بيقول المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه في تحقيق العداله وسياده القانون وفي كفاله حق الدفاع، تكون في هذا الهوان. مش هتبقى بهذا بمستوى يقل عن الرساله المؤداه علينا والمسؤوليه الملقاه علينا. احنا امامنا مسؤوليه امامكم وامام الله، واحنا المحامين اللي بيؤدي واجبه بامانه والتزام طبقا لقسمه بيؤدي نفس الرساله. هو من 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 من, من مش مستغرب انه تاني نقيب محامين مصر، تاني نقيب في تاريخ نقابه مصر عبد العزيز باشا فهمي، يبقى اول رئيس لمحكمه النقض. هي دي، هو ده المستوى اللي احنا عايزينه. زمان كان في تلاقي، كان القاضي بيتعين في المحاماه والمحاماه بتتعين في القضاء. النهارده حصل احجام من فتره نتيجه زياده العدديه للمحامين، في انهم بطل القضاء ياخد باي حجه من الحجج. لكن احنا عارفين ان هما بيتكلموا على المستوى، لكن احنا عايزين المستوى اللي في النهايه المحامي يطلب فيقول لي انا هترسك بالمحاماه وهدي المحاماه. ده اللي انا عايزه، ده اللي احنا بنسعى اليه. مش علشان نغيث حد، ولا احنا خصوم للمدعين بالحق المدني، ولا احنا واخدين منهم موقف شخصي،
ولا هناخد منهم موقف شخصي تحت اي ظرف من الظروف. نحن ندافع عن انفسنا. انا في حالة دفاع شرعي، حالة دفاع شرعي كاملة عن نقابة المحامين. يا سيادة الرئيس، هذا الامر يضرب نقابة المحامين في مقتل ماديا ونفسيا ومعنويا، ويحول نقابة المحامين الى جراج، ونصف المحاماة ونصفيها. حضرتك لما يبقى فيها 30-40 ألف من خريج الجامعة المفتوحة هينضموا لنقابة المحامين بمستوى أعمار فوق 30 و40، هيدخل على العلاج على طول يصفيه، ياخده كله، ياخده كله، ويبقى شأن المحامين ودخل المحامين من 1912 حتى الآن هيختصموا معهم 20-30 ألف واحد، هيخطفوا نفلس نقابة المحامين. لا نقدر ندفع معاشات ولا نقدر نعمل علاج. دي مسؤولية الدولة مش مسؤوليتنا احنا، واحنا مستعدين نساعدهم مع الدولة في ان تبحث عن سبل اخرى لرعايتهم اذا كانوا جادين في انهم يصلحوا هذا الخطأ المركب اللي عايزين يدفعوا نقابة المحامين بس فاتورة هذا الخطأ. ده مش رأينا، انما رأي خبراء في اساتذة الجامعات وايضا كبار في كبار رجال الدولة. ودي ده حكم، ده دي إدارة الجدول المحكمة الدستورية بتقول الطعون اللي احنا عملناها على هذا الأمر، أيضا طعون ما محكمة النقض اللي أجريناها على هذه الأحكام. ده الأستاذة صباح دفعت الرسوم في 2017 واسترددتها تاني بإنذار إعلان أدل السرداد هو الرئيس. قالت أنا مش عايزة، وردت الفلوس، وصلت الفلوس. هنفضل بقى رايحين جايين. جاي. فأصل المشكلة إنه على الحكومة أن تبحث عن مخرج لهؤلاء، مش إحنا بس أصحاب المخرج، وإلا تبقى كارثة. لأنه هو لو بقى محامي النهاردة يبقى قاضي بكرة على طول، يقول لك أنا اكتسبت حق ودخلت وعملنا خلنا في المتاهة، والمنطق اللي حكم هنا يحكم هناك، وتضيع الدنيا ونفك ونبقاش عملنا حاجة لا للقضاء ولا دي صورة ضوئية لسندات المدعين بالحق المدني. ايضا الدعاوى اللي صدرت، حتى كل الدعاوى التي صدرت من محكمه الاستئناف اللي من بينها الدعاوى المقامه بسببها الدعاوى اتحكم بعدم دستوريه الماده 19 فقره 2 من قانون المحاماه، وبالتالي يتعين ان تعود الى محكمه القضاء الاداري مره اخرى، وبالتالي ما اصبحتش احكام نهائيه وما اصبحش في احكام اصلا يستندوا اليها. ندخل في قانون، نحن دفعنا بعدم قبول الدعوة الجنائية والمدنية. المادة 103 في قانون المحاماة كلمت على انه يتبع في رفع الدعوة العمومية والتأديبية قبل نقيب المحامين المواد 105 و106 من قانون السلطة القضائية. المشرع كان في مذكرته الإيضاحية بيستهدف انه الإجراءات التي تتخذ ضد نقيب محامين مصر طبقا للقانون يجب ان يؤخذ باجراء السلطه ما يتبع بشان القضاه في اجراءات محاكمتهم المختلفه. النص الذي يحكم امرنا هو الماده 96 من قانون السلطه القضائيه اللي بتتطلب الحصول على اذن او التقدم للجهات المعنيه، ليس من بينها الادعاء المباشر مطلقا. واحنا متمسكين بهذا النص باعتباره انه حق قانوني ايضا وحق دستوري لنقابه المحامين مش لشخص نقيب المحامين الحقيقه، لانه في تاريخ نقابه المحامين ما فيش نقيب تقدم المحاكمه في قضيه شخصيه تقريبا، ما فيش من واقع قراءتي ما فيش نقيب تقدم المحاكمه بسبب خلاف شخصي مع حد ولا بسبب نزاع على شيء لا طار ولا غيره.
انما بسبب انه نقيب المحامين. ما ينفعش نقيب المحامين يبقى ملطشة في انه اي حد يرفع دعوه يجيبه من هنا ويروح مديه هنا ويعلنوا على البيت ويعلنوا على 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 النقابه ويكتف تكليف الحضور محكمه قصر النيل ويجيبه في المقطم ويمضي فوق رئيس وكيل نيابه المقطم والحكم صدر في انه مكلف بتكليف الحضور امام محكمه قصر النيل. ما ينفعش نقيب المحامين يبقى ملطشه بهذا الشكل. عشان كده احنا بنقول انه النص ده يحمينا من مثل هذه الاخطاء اللي خلتنا نيجي نشرف في المسؤول. احنا افضل شيء في هذه الدعوه ان احنا جينا قدامكم. مش مجامله اقسم بالله. لا لا ده الاخطاء اذا عددنا اذا عدد ما هي فالحمد لله ان احنا مسلمين. لكن في النهايه هذا نص نحن نؤكد على انه بشكل اصلي هو طلبنا الاصلي التمسك بهذا باعمال هذا النص والقضاء بعد قبول الدعوه. حضراتكم بنتكلم على التقادم انقضاء الدعوه الجنائيه. كل الافعال دي اخرها في محضر تنفيذ بيتكلم على حكم صادر في 17/12/2013 ترفع دعوه ان انا ما نفذش الحكم ده في 2018 بعد 5 سنين. ده كلام من حيث ايضا ما يدرك في الاخطاء الماديه والقانونيه اللي وردت في الدعوه، ان انا متمحص حتى ما الحكم الابتدائي ما كلفش خاطره يراجع تاريخ التواريخ المختلفه عشان اتبين اذا كان في تقادم ولا لا، وهي بديهيات موجوده في القانون، لكن الحكم تجاهلها وقفز عليها وقضى بما قضى به وسمع كلام المدعي بالحق المدني واجتهد كما اجتهد القضاء الفرنسي. رغم ان القضاء الفرنسي ما اجتهدش في مثل هذا المجال اي اجتهادات وما عندناش اي بحث ولا اي مذكره ولا اي مقاله ولا اي حكم ولا اي موضوع يتعلق بهذا الابتداع اللي اراد المدعين بالحق المدني انهم يكافئونا بيه. دي مذكره اللي بتفيد ان احنا اولا ان احنا نفذنا الحكم، لان الحكم بيتنفذ بطريقه التنبيه بالتنفيذ. من الحكم مش بتنفذ بان انا اخد واشيل واحط. نمره 2 في اداره متعلقه بالتنفيذ، لكن انا مش بتكلم ده عشان المسؤوليه، لا انا نقيب المحامين مسؤول عن كل خطا في نقابه المحامين، انا اتحمل مسؤوليته اذا كان هناك خطا. لكن في انقضاء احنا متمسكين بيه، ان الدعوه الجنائيه اصلا ما يصحش انها تبقى متداوله ولا تبقى ولا تبقى موجوده. ايضا الدفع الثالث متعلق بانقضاء الدعوه الجنائيه بصدور احكام نهائيه في منازعات زيها بالظبط ومتعلقه ايضا بعدم تنفيذ احكام، سواء كانت متعلقه بالتعليم المفتوح او غير التعليم المفتوح، بس متعلقه بالمتهمين او غير المتهمين. ليه؟ لانه طبقا ل 454 و55 انه ما ينفعش الرجوع للدعوه الجنائيه اذا اتحكم فيها مره اخرى، ده غير الدفع بعدم الجواز، ملوش دعوه بالجواز حرفيا. انما يتعلق بالرجوع للدعوه نفسها. هي الدعوه لو خدت وصف قانوني ما وقدم المتهم بهذا الوصف وخد براءه، هل يجوز اعاده قيد هذا الوصف بوصف جديد ومحاكمته عن ذات الفعل او ذات او جزء من مجموعه او مكون من مكونات الافعال اللي هو اخذها علشان يتحكم عليها تاني بوصف جديد تاني لنفس الفعل ولنفس الواقعه ولنفس الموضوع ولنفس النزاع ولنفس النقيب؟ ده اللي احنا متمسكين بيه ايضا، لانه قانون وما يصحش واحنا امام محكمه قانون ان احنا ما نتكلمش في القانون ونتكلم بس في الاشكاليات الشكليه، لا في القانون ايضا، علشان نقول للناس احنا بنقدم رساله بنوضح فيها وجهه نظرنا. القانون معنا من في الانقضاء وفي عدم جواز الرجوع وفي ايضا نفاذ هذه الاحكام وجدواها وفي احقيه نقابه المحامين في الحفاظ على جداولها وحمايه ابنائها دفاعا شرعيا عن النفس، دفاعا شرعيا عن اموال نقابه المحامين. انا عندي حمله ضد نقابه المحامين، انا بتلقي الجداول، بنراجع المحامي المشتغل واللي مش مشتغل. المحامي اللي النهارده انا افخر ان كل محامي معاه كارنيه 19 او كان معاه 18 في 18 محامي 100% شغال، 100% محامي شغال. هو عشان كده حجم الاشكاليات تقلص، حجم المشكلات تضاءل، حجم المسؤوليه زاد،
ايضا موارد نقابه المحامين اعيد توزيعها مره اخرى لانه بحسبه بسيطه سياده الرئيس، احنا عندنا موارد، احنا ما بناخدش حاجه من الدوله، الدوله لا تساهم في البنيه الاقتصاديه لنقابه المحامين ولا مليم بتدفعه، احنا عندنا موارد اتعاب محاماه، دمغه محاماه، الرسوم والاشتراكات، الدمغه والاتعاب هي المورد الرئيسي. دمغه دي اللي بيحطها المحامي امام حضرتك، في الدمغه اللي بيحطها في الجلسه، واتعاب المحاماه اللي حضرتك بتحكم بيها في الجلسه. يبقى لازم محامي يكون قدها، لو انا مش محامي، لو انا قاعد في بيتنا ومعايا الكارنيه ومر عليا سنه هاخد رصيد المحامين اللي دفعوا ورصيد المحامين اللي حضروا ورصيد المحامين اللي ادوا والتزموا بواجباتهم امام حضراتكم. يبقى احنا بنضيع حقوق المحامين وبنضيع حقوق المحاماه. المحاماه مش مهنه ومش وظيفه. المحاماه رساله هامه في تحقيق العداله. نعتز بهذه الشراكه معكم من اجل الوطن ومن اجل المواطنين ومن اجل حقوق الناس ومن اجل حرياتهم ومن اجل سياده القانون ومن اجل كفاله حق الدفاع، ونرفض اي التباس او نرفض اي تداخل يمكن ان يؤدي او يؤذي ادائنا النقابي. انا نعم انا اكمل على 375 اللي افاض فيها بعض الزملاء، وانا مش شايف الحقيقه انها تحتاج الى كلام كثير، لانه العروج عليها هذه الجريمه كما استقرت في اقوال القضاء. مش بس احنا مش بنالف، النيابه ما بتالفش، بتقول ان جريمه شكليه، ده اصل القانون كده انها جريمه شكليه. جريمه شكليه ايجابيه الفعل. ايجابيه الفعل يعني ايه ايجابيه الفعل؟ يعني لازم ادفع، لازم اضرب، لازم اموت، لازم اخاصم، لازم اخطف، لازم، حتى بيتكلم على تفاصيل الوظيفه، انه ياخد الادوات العامل، انه يمنع ولاده من انه يشوفوه، يعني مسائل ماديه بحته. ايضا من شروطها ان يكون موظف في مرفق عام، واللي قام على هذا الامر اللي منعه هو رئيسه في العمل، اللي بيرتكب هذه الجريمه. اذا كان الامر في نقابه المحامين، احنا ما عندناش علاقه عمل، انا اللي تربطني بالمحامين علاقه عمل، انا ناقبهم بالانتخاب، بالولايه، بالتكليف، بالتشريف، انما ما بيشتغلوش عندي. كل محامي لوحده مؤسسه، كل محامي لوحده مكتب، كل محامي لوحده بيؤدي واجباته وحر في عمله. انا لا اتدخل في شان من شؤونه، ولا استطيع ان امنعه، ولا استطيع ان احول دون ان يؤدي واجباته طبقا للقانون وطبقا للدستور. لكن في النهايه دي المسؤوليه القانونيه، ما ينفعش نخترع نصوص ونخطفها ونجيبها من اخر الدنيا علشان نجرجر نقيب المحامين ونجيبه امام محكمه الجنح، علشان في النهايه يقف زميلنا ويتكلم السيد نقيب المحامين كما لو كان الامر متاح. انا بتشرف بتقديم مذكره كان كتبها الاستاذ رجاء عطيه فيما يتعلق بالدفع وحفظه المستندات المتعلقه بالاحكام اللي اشار اليها، وايضا دي صوره من حكم في محكمه قصر النيل ايضا في ذات الوقائع. نعم لا هي لا يا فندم، لا خالص، دي الصوره، دي الحافظه يا ابني، دي الحافظه ده خلاص بقى. سيادة الرئيس اعتقد ان الجلسه لسه ما خلصتش، صح؟ لا سيادة الرئيس، احنا في هذا الحضور بنؤكد انه المحاماة مش وسيلة لتضييع حقوق الناس ولا لظلم الناس، وانما للدفاع بحق عن الحق اينما كان هذا الحق. احنا اديناه والتزمنا بأحكامه، وندعو الله أن يكون حديث ودفاع النقابة أمام حضراتكم دفاعا مقبولا يؤدي للقضاء بطلباتنا كما بيناها في صدر الجلسة. وشكرا سيادة الرئيس.